زمان مركز وسام، السلام عليكم. طبعا احنا حاليا نجرب جهاز المكسس الـ 906 على سيارة اكسنت موديل 2012. بس هسه حاب نشوف قراءة الجهاز وسرعة الجهاز. المكسس الـ 906 طلب الجهاز اتصل بشركة الوسام على الرقم 077-056-52-865. شوف هسه قلنا هنا معلومات الاخر، هنا نريد ترابل كود قراءة الاعطال، هنا ايريس كود تصفير الاعطال مسح اعطال اطفاء المور في حال انه العطل راح، اذا ما راح يمسح اللي في العطل، يرجع مرة ثانية. عندك اللايف داتا راح تشوف قراءة الحساسات اثناء عمل السيارة. اللايف داتا كلها؟ اي نعم، الاكتيف جيس راح تقدر تفعل حساسات تشغلها وتطفيها. وعندك سبيشال فانكشن عن طريق البرمجيات اللي هي برمجة الرون سيميليتر، شغلات راح يكون عن طريق سبيشال فانكشن. نفس الحالة خلينا نرجع بعد ندخل على الجير، راح اشوف بالجير نفس الشيء طاق معلومات الشغلات. اما طاق سبيشال فانكشن برمجيات اذا مثلا عندك مشكلة بالجير طفوا بالجير شغلات يسوي ريسيتنج، دائما الريسيتنج من داخل سبيشال فانكشن.